انا ما بقيت اعرف انت معي ولا ضدي. انا مصلحتي معك، يعني انا معك. ليش اهلك سافروا لدبي؟ لانه مندو عارف انه هن تحت رحمتك، يعني بين ايديك، وانا رح ضل كذب عليه لحتى احميهم منك. فقمت انا قنعته انه يساعدني حتى سفره، وبعدين عملت هيدي التمثيليه انه رحت على ايدي. حتى بمنطقك انت انا اللي عملته صح، لان لو ما بدر مني رد فايل راح يكون في شيء غلط. بس مش انك تخطف اخته هيك، انت رح توقف كل شيء. بعدين انت هيك جبرتني وانا اجي لعندك هلا، ورح يرجع يشك فيه من اول وجديد، يعني عم تخرب لي كل شيء. يوسي بترجيك، رجع سمكه.